نشوفوا ماشي الاطفال الصغار، نشوفوا الكبار يتعلقوا بها ويدخلوا في الادمان. لماذا؟ هي في النقطه هذه، لان هذه الالعاب فيها الاثاره. خاصة الالعاب اللي يلعبوها الكبار كيما البابجي، كيما اللي فيها وين يحاربوا وين يضربوا وين ينجح وتعطي نوع من السعاده. نعم، هي الاثاره اللي تعطي له السعاده. الاثاره هذه واش تدير؟ راح تخلي الهرمون السعاده يفرز. دونك كي يدخل يلعب مع الطفل الصغير لانه يوجد متعه فيها، كيكون يلعب ويفرز له هذا الهرمون، يولي دماغه يحتاج افراز لهذا الهرمون لانه متعلق بهذه اللعبه فقط. لانه احنا الله سبحانه وتعالى اعطانا الهرمون هذا يتفرز في عده مجالات، في مختلف المجالات الحياتيه. دونك كي ندير انا اي حاجه، يعني نصنع اي حاجه، كالمرأة في المطبخ كي تصنع حاجه إنجاز. وتخرج لها انجاز، هي تفرح تسعد لانه يخرج الهرمون. لكن لما نمدوا انا للطفل يلعب هذه اللعبه فيرتبط هرمون السعاده مع هذه اللعبه، هنا يدخل في الادمان ويفقد السيطره على التحكم في نفسه. هنا كي نشوفه فقد السيطره على التحكم في نفسه كالكسوة الصغير ولا الكبير، نعرف بانه هذه نقطه من نقاط الادمان. يمكن السعاده المفرطه او الزائده تتحول الى كآبه، لانه كاين بزاف ناس اللي يعيشوا سعاده لا وقتية. مش تتحول الى كآبه. هي السعاده المفرطه تخرب الدماغ. هي نعم. كاين شيء اخر، الالعاب الالكترونيه مصممه خصيصا بواحد الطريقه اللي تخلي الدماغ يفرز هذا الهرمون، وكما قلت لك لما يدير لي اثاره فيبحث دائما على زياده في الاثاره. دونك انا فرزت هذا المستوى وديت الاثاره اللازمه، دماغي ما يقتنعش، يحب المزيد. لانه لو نشوف الجانب الايجابي ايضا، الدماغ كيكون يخدم في حاجه ايجابيه ويكون يصنع يزيد. نشوفوا لي روتريتي كي يخرجوا روتيرات، يكون خدام ويكون يخرج في يدخل، لا يحب يخدم ما يقعدش، لازم له لا، لانه دماغه والف ريتم معين. ماشي بسبب الملل من عيش حاله محدده لوقت طويل. هي العمل الاوتوماتيكي تاع الدماغ والف ريتم معين. دونك اللي يخرج الى التقاعد يولي يكري اي حاجه يخدمها. وتلاحظ بزاف انه المتقاعدين يدخلوا في الاكتئاب. علاه؟ لانه خفضوا من عمل الدماغ تاعهم. نفس الشيء في الالعاب الالكترونيه، كي تمد لي اثاره نحب نزيد اكثر، وهذه واحده من الادمان. لما نشوفوا الادمان المخدرات، ولا مثلا كي الادمان المخدرات يكون يتعاطى جرعه معينه، بعد الايام يولي يزيد. نفس الشيء في الالعاب الالكترونيه، وهنايا راح تكون كاين افراط في فرز هذا الهرمون تاع السعاده، فيوصل الى انه يخرب الدماغ تاعو. فهنا يولي السعاده مربوطه فقط بهذه اللعبه الالكترونيه، ما تكونش عنده سعاده في الجانب الاخر.